إحساس يصعب وصفه أخرج هؤلاء من بيوتهم الدافئة في عز الشتاء ودفعهم إلى السباحة في مياه تقل درجة أو اثنتين عن درجة التجمد. بعض المشاركين قالوا إنها أكثر أنواع الرياضة إثارة، وآخرون قالوا إنهم يعشقونها لأنها توحدهم مع الطبيعة. تقليد السباحة في المياه الباردة في موسم أعياد الميلاد ليس جديدا، فقد تعارف عليه البريطانيون منذ عام 1885، لكن الجديد فيه ارتفاع عدد المشاركين من بضع مئات إلى أكثر من 20,000 خلال 8 سنوات، والدافع حسب البعض مجرد خوض التجربة. الناس يريدون تحدي أنفسهم في الحياة واختبارها في سن معينة، يريدون اختبار مشاعرهم، لذا هم يتلهفون للمناسبة ويرتدون الأزياء التنكرية. الظاهرة دفعت السلطات الصحية إلى دراسة مدى فائدة هذه الرياضة للبدن، وتعد السباحة في المياه المتجمدة حسب الخبراء في ممارستها جيدة للياقة البدنية، لكن خبراء في الصحة يرون أنها لا تناسب أصحاب القلوب الضعيفة، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية، وأن الإنسان المعافى لا يحقق هذه الفائدة إلا بعد أعوام من الممارسة وبشكل منتظم، إلى جانب الاهتمام بالمرافق والطعام الجيد لتدفئة الجسم. في مدينة برايتون جنوبية بريطانيا ألغى مجلس البلدية تقليد السباحة في الشواطئ حول قصر بيير، وشدد على مخاطر هذا التقليد، وقصر ممارسته على ذوي الخبرة مع الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة، والحرص على أخذ ملابس ثقيلة حتى في فصل الصيف لتفادي أي انخفاض في درجة حرارة الجسم. ورغم قلة عدد حوادث هذه السباحة، فإن منظميها أبدوا مخاوفهم من تزايد شعبيتها نظرا لإصرار البعض على البقاء أكثر من 40 دقيقة في مياه تقل حرارتها عن 5 درجات مئوية أو 2 عن درجة التجمد. بعض المشاركين قالوا إنها أكثر أنواع الرياضة إثارة، وآخرون قالوا إنهم يعشقونها لأنها توحدهم مع الطبيعة. تقليد السباحة في المياه الباردة في موسم أعياد الميلاد ليس جديدا، فقد تعارف عليه البريطانيون منذ عام 1885، لكن الجديد فيه ارتفاع عدد المشاركين من بضع مئات إلى أكثر من 20,000 خلال 8 سنوات، والدافع حسب البعض مجرد خوض التجربة. الناس يريدون تحدي أنفسهم في الحياة واختبارها في سن معينة، يريدون اختبار مشاعرهم، لذا هم يتلهفون للمناسبة ويرتدون الأزياء التنكرية. الظاهرة دفعت السلطات الصحية إلى دراسة مدى فائدة هذه الرياضة للبدن، وتعد السباحة في المياه المتجمدة حسب الخبراء في ممارستها جيدة للياقة البدنية، لكن خبراء في الصحة يرون أنها لا تناسب أصحاب القلوب الضعيفة، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالأزمات القلبية، وأن الإنسان المعافى لا يحقق هذه الفائدة إلا بعد أعوام من الممارسة وبشكل منتظم، إلى جانب الاهتمام بالمرافق والطعام الجيد لتدفئة الجسم. في مدينة برايتون جنوبية بريطانيا ألغى مجلس البلدية تقليد السباحة في الشواطئ حول